حياكم الله وين ما كنتم متابعينا سماعات زاكروس. أنا حاليا متواجد بإحدى الكنائس في مدينة تيزاخو، راح أروح ناخذ آراء المواطن والتهاني حول أعياد الكريسماس. مشاهدينا كونوا معنا. شكراً وانت بألف خير. احنا طبعاً بداية لازم نشكر كادر قناة زاكروس على حضورها ومشاركتنا بهاي المناسبة السعيدة. فأنا أهني كل مسيحي العالم بصورة عامة ومسيحيي العراق بصورة خاصة الذين لاقوا ما لاقوا من صعوبات، ولابد أن أشيد بمواقف الحكومة، حكومة الإقليم، في دعمنا في هالشكل الاجواء وهالشكل المناسبات. دائما تكون يعني مشجعه لنا حتى نقيم مراسيمنا بصوره مبهجه وفرحه. مرحبا، كل عام وانتم بخير. وانتم بألف خير، شكرا، تسلمون. شنو رسالتكم بهال؟ رسالة محبة للعالم كلها، ولد المسيح، هللويا، عيد سعيد لكل العالم وللمسيحيين خصوصا بالعراق. نتمنى السلام يعم بالعراق كله، وكل عام والجميع بألف خير. شكرا جزيلا، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير، نشكركم وأهني الجميع المسيحيين بالعراق، كل عام بألف خير، وإن شاء الله يعود الأمن والسلام للعراق. كل عام وانت بخير. وانت بخير، اهلا وسهلا بيك. شنو رسالتك بهاليوم؟ والله رسالتنا بهذا اليوم يعني بشكل عام للعالم كله، نهني العالم والاهل والاقارب بشكل خاص ايضا. ورسالتنا هي رسالة سلام واضحة، يعني محبة، سلام يعم الامن والامان، يعني هذا الشيء موجود يمكن داخل كل شخص يتمنى هذا الشيء. اهم الطقوس هذا العيد؟ أهم الطقوس اللي هي أكيد يعني حضورنا للكنيسة بهكذا يوم يمثل يعني ميلاد سيد المسيح، والصلاة والدعاء يعني بشكل خاص وعام، ومن بعده يعني أكيد يعني واحد يعيد الثاني ويتناولون الزيارات يعني إلى البيت، وتجي الباتشا اللي هي الوجبة الرئيسية خلينا نقول أو الأساسية يعني اللي تمثل هذا العيد بهكذا أجواء. مشاهدينا وصلنا وياكم ختام فقرتنا لهذا اليوم، إن شاء الله نالت رضاكم، وأكيد راح نلتقيكم فقرات جديدة ومتنوعة. في الختام كنت أنا معكم نجلاء السندي لبرنامج نسمة زاكروس، إلى اللقاء.